كابتناني، تقييمك لأداء الفريقين خلال الشوطين؟ أنا عن نفسي زعلان، يعني زعلان طبعًا على الفرص، فرصتنا كانت في الشوط الأول. ودايمًا يعني المدربين بيتكلموا، وده اتفرجت على أي مباراة على مستوى العالم كله، مفيش فرقة بتبقى متسيدة طول الوقت، ومفيش فرقة بتبقى وحشة طول الوقت وكويسة طول الوقت. مباريات كرة القدم هي كيرف، ربع ساعة أنت متفوق، وبعدين 10 دقايق الفرقة التانية لازم تمسك كرة، هكذا. أنا حسيت إن فرقة النادي الأهلي بعد الشوط الأولاني حسوا إن المباراة سهلة، يعني أداء نادي الزمالك في الشوط الأولاني ما أعتقدش كان يرتقي حتى للمتوسط. هي دي فرصتك، ودايماً دايماً لما بتحس، الله يرحمه الكابتن جاري كان بيقول لك أنت في الملعب ليك إحساس كلاعب، أنت بتقول، واحنا ساعات في الملعب يا كابتن بنقول دلوقتي لازم نجيب جون، خلص دلوقتي لازم، كلمه دلوقتي لازم نجيب جون ده احساس بيوصله لنا المنافس انه في حاله سيئه جدا. أيوه. اللي كان فيها بصراحه فرقه نادي الزمالك الشوط الاولاني، فكان لازم بعد الجون الاولاني كان لازم يكون في ضغط عالي جدا، كان لازم يكون في خلق فرص افضل من كده، كان لازم يكون في هدف. اعتقاد الشوط الاولاني لما يخلص 2-0 الامور هتتغير تماما. فلازم كنا يعني نتعامل كلعيبه بشكل افضل. كابتن سامي قمصان عمل تغييرات رائعه من وجهه نظري، اتاخر شويه في عبد القادر، احمد عبد القادر كان ممكن جدا ما بين الشوطين يتغير، لان واضح من بدايه المباراه انه مش في الملعب، يعني حتى المهارات الاساسيه او بنتكلم على الفروق الفرديه ما كانتش واضحه بالنسبه له، وبالتالي كان تاخير شويه كان لازم يكون من بدري. لكن التغييرات الثانيه كانت رائعه، يعني انا عجبني جدا تغيير محمد هاني ونزول حسين تحت كباك يمين، رغم يمكن في يعني في الجون اللي جبت على شيكابالا كان في فرق سرعات شويه، لكن وجود طاهر محمد طاهر وصلاح محسن ادوا شكل الهجومي للنادي الاهلي. فانا زعلان لان كان المباراه كلنا كنا بنتكلم اول ربع ساعه النادي الاهلي ممكن جدا يقرر سيناريو مباراه الدور الاول، كان لازم تقتل المباراة. الشوط الثاني لازم نقول ان في تفوق لنادي الزمالك. أيوة. تفوق على مستوى السرعات، على مستوى التركيز، على مستوى خلق الفرص، ده كان النادي الزمالك كان الافضل فيه، ولكن رغم كده كان ممكن جدا انك تخطف جول. صح. يعني والاخطاء، يعني الاخطاء بتاع لما اتفرج على الجونين اخطاء برضو، يعني علي معلول لعيب كبير ولعيب دولي، الديتيلز الصغيره دي بتفرق، والمفروض ما تبقاش من لعيب كبير زي علي معلول، انت في موقف مش يعني حتى لو مش شايف ظهرك انت بتعمل سيفتي فيرست، يعني انت بتطلع الكوره. لكن طبعا وصلت شيكابالا الجزء الثاني، الجون الاولاني ثاني تمركز مش صحيح من محمد هاني، لازم يكون عنده تغطيه عكسيه افضل من كده. محمد هاني دايما عنده مشكله في التغطيه العكسيه، لازم يطور نفسه بشده، ولازم المدربين يدربوه على ديت، لو كان يعني حتى قادر على التطوير في الحته دي لازم الجزء ده يتقفل عنده، لانه عنده مشاكل كتير جدا في التغطيه العكسيه. وبص يا كابتن هاني في الهدف ده، بس لما نجيبه بعد كده، هو هاني دخل لجوه بس ما طلعش كويس مع بن شرقي، ما هو انا يعني طلع ووطى، ما هو في فرق انك بتخش لجوه انت سابق المهاجم ولا مش سابق، ولا المهاجم حتى لو انت مش سابق المهاجم لازم يكون في كتف معاه. مظبوط. ناحيه هاني برضه كتف يا كابتن. مزبوط. يعني انا اصل مش هتحاسب ضربه جزاء. ايوه. يعني انا لو خدت، انا مش طايل الكوره بالظبط، والراجل قدامي حتى كتف، مظبوط، هيغير اتجاه الكوره. يعني وايه قصه ان شيكابالا يمسك الكوره وكله خاف يترقص ويسيب الراجل يرفع براحته؟ دي برضه يا كابتن خلي بالك انت ما تنفعش. انا واحنا قاعدين هنا معروف والناس كلها عارفه ايه طريقه لعب شيكابالا، انك هو شيكابالا الشمال ممتازه، فهو بيدخل العمق يخش لجوه ويعمل، ما ينفعش خلاص هو اتعمل دي. لكن انا خلاص، انا لو انا رامي ومحمد هاني وشايفين ان شيكابالا خلاص خد الخطوه ديت وهيعمل الكروس، لازم يكون في شويه شراسه، التحام يعني. شويه شراسه في الاداء، حتى انا لو مدافع مش هطول الكوره، لا انا عندي وسائل تانية ان انا احط كتفي، يعني حطيت كتفي اكتر شويه بسهوله كده، ممكن هو احط الكوره ممكن تطلع بره، ممكن تبقى تغير اتجاه، تبقى الشناوي يمسكها، لكن انك بعيد قوي بالجزء دوت وان رد فعلك يكون انك يعني ما فيش حتى احتكاك بالجسم، لا ده اتعلمناه المدافعين. صحيح. لو قادر توصل للكوره اوصل للكوره، لو مش قادر على الاقل احتكاك شرعي
كتف في كتف، كتف في ظهر، دي ما فيهاش مشكله. وبالتالي دي الديتيلز اللي ممكن تفرق في نتيجه المباراه. لكن اولا واخيرا احنا فرطنا بفوز في الشوط الاولاني. النادي الاهلي فرط في فوز، وفوز كبير. كان قادر جدا النادي الاهلي في الشوط الاولاني انه يكسب على الاقل 2-0، على الاقل 2-0 تقتل المباراه. والشوط الثاني كلنا بنعترف ان نادي الزمالك كان الافضل. صحيح.